بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، لا تصلي بسرعة، لأن الصلاة مصدر السعادة والراحة النفسية، فأنت عندما تسرع في الصلاة أنت تحرم نفسك من هذه الراحة. ولكن كيف أصلي؟ كيف أجعل صلاتي هي راحة نفسية؟ كيف أنسى همومي بالصلاة؟ كيف أنسى أحزاني ومشاكلي بالصلاة؟ كيف أتخلص من مخاوفي بالصلاة؟ الحقيقة القضية بسيطة جدا أخي الحبيب. الله عز وجل أنبأنا عن هذا الأمر وقال: قد أفلح المؤمنون. طيب، أفلح يعني نجح، والنجاح هنا في الدنيا والآخرة. النجاح هو مرحلة أعلى، أو الفلاح عفوا مرحلة أعلى من النجاح. النجاح قد يكون ظاهريا، قد يكون في قضية معينة، ولكن الفلاح يشمل كل شيء. لذلك في الأذان لا يقول حي على النجاح، حي على الفلاح. طيب، قد أفلح المؤمنون، متى يفلح هذا المؤمن؟ متى أنا أفلح؟ أريد أن أتساءل. يأتي الجواب: الذين هم في صلاتهم، هو شرط واحد على فكرة، خاشعون. ولكن تطبيق هذا الشرط يحتاج إلى شيء من التدرب والإجراءات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع يبعدك عن الكلام الفارغ واللغو. لذلك قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. كأن الله يريد أن يقول لك إن الإعراض عن اللغو والكلام الفارغ وتضييع الوقت، مفتاح ذلك هو الخشوع. الخشوع هو السبب في حفظ الوقت، حفظ وقتك، لا تضيع وقتك بالكلام الفارغ. طيب، لماذا معظم الناس يفشل في الخشوع؟ لأن نظرتك للصلاة أنها أمر مفروض عليك ومجبر عليه، إما أن تصلي أو تعذب في النار. وهذا الأمر أيها الأحبة أمر خاطئ جدا. كل من يعتقد أن الصلاة هي عمل ميكانيكي، إما أن تصلي وإما أن تعذب، لا، القضية ليست كذلك. أنا سأقول لكم كيف أفهم الصلاة. الصلاة أيها الأحبة هي تواصل مع الله. يعني أنت عندما تذهب لشخص كبير وتلتقي معه ولو 5 دقائق، تشعر بالفرح. لك حاجة عنده قضيت، تريد مبلغا من المال يمكن أن يعطيك، لديك مشكلة يحلها لك، شخص كبير، مسؤول كبير، غني كبير، إلى آخره. تحاول أن تجلس معه لأطول مدة ممكنة، صح؟ طبق على نفسك هذا الكلام. تجد أن معظمنا يحاول أن يغتنم، يقول لك اغتنم هذه الفرصة أنك في لقاء مع فلان، أطلب، حاول أن تطيل اللقاء لتطلب أكثر. طيب، هذا نحن نطبقه مع الناس الضعفاء الذين لا يملكون شيئا، لا يملك لنفسه شيئا. هذا العبد مهما بلغ، حتى لو ملك نصف الدنيا، لا يملك فعليا، يمكن هو سيموت، إذا لا يملك شيئا. طيب، أنا أسلك هذا السلوك مع شخص مثلي، عبد مثلي، وأحاول أن أغتنم الوقت وأطيل اللقاء وأركز ماذا سأقول وأستمع لكل كلمة يقولها، وعندما أتواصل مع الله عز وجل مالك الملك من خلال الصلاة، أسلق هذه الصلاة سلقا، أسرع بها. طيب، هل هذا منطق علمي؟ أنا عندما أقف بين يدي الملك عز وجل، هو قريب مني، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود هو من الأعمال التي تكون قريبا جدا إلى الله. لذلك أكثر من الدعاء في السجود. أطلب حاجتك من الملك، تقرب منه يا أخي. يعني الوسيلة هي الصلاة، وبالتالي أنت عندما تنظر إلى الصلاة أنها تواصل
مع مالك الملك والتقرب لهذا الملك العظيم سبحانه وتعالى، سوف تستمتع بالصلاة، ستكون لذة ومتعة بالنسبة لك، ستكون هذه الصلاة مريحة، تنسى همومك بها. إذن كيف أدرب نفسي على الخشوع؟ القضية بسيطة جدا أيها الأحبة. أنت عندما تريد أن تتدرب على قيادة السيارة، هل تركب السيارة وتمشي بها فجأة؟ لا، ستعمل 1000 حادث. تبدأ خطوة خطوة تدرب نفسك على الاتجاه الصحيح وعلى آلية عمل هذه السيارة وإلى آخره. الصلاة تحتاج إلى وقت في البداية. أنا يجب أن أستعد للصلاة. الصلاة يجب ألا تكون عمل ميكانيكي مثل كثير وكثير وكثير من الناس، يصلي ثم يذهب فيغش، يكون يجلس ويمزح في محله ويكذب على الناس في تجارته وهو يظن أنه شاطر، التجارة شطارة مثلا، يعني يؤذن يذهب للمسجد يصلي ثم يعود لنفس المرض. طيب ما هذه الصلاة؟ لم يستفد منها شيئا. فإذا الصلاة يعني تحتاج إلى استعداد. استعد لدقائق واستحضر أنك تتواصل مع مالك الملك، أن الله قريب منك، هو الذي يقول لك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو الذي يقول لك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب، الله قريب جدا منا، أقرب مني، أقرب لي من نفسي، الله أقرب لك من نفسك. إذن أخي الحبيب، تستحضر عظمة الخالق، هذا أولا. تتوضأ بهدوء وتقف بين يدي الله وأنت تنوي أن تتدبر كل آية تقولها. النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عنه أنه كان عندما يصل لآية عذاب يستعيذ بالله من شر النار، عندما يصل لآية نعيم يسأل الله من فضله ويستبشر، كان يتفاعل مع الصلاة، مع قراءة القرآن. اليوم نحن كما قلت لكم صلاة ميكانيكية، آلة ميكانيكية تعمل. لذلك نجد أن العالم الإسلامي متخلف جدا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه يؤدي عباداته بشكل ميكانيكي ولا يبدع في العلم ولا يطبق شيء من تعاليم الإسلام إلا هذه الأعمال الميكانيكية فقط. الصلاة هي محبة لله. أنت عندما تقف بين يدي الله وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن تتذكر رحمة الله بك، أنه أعطاك نعمة البصر والسمع ورزقك القوة لتقف، رزقك اللسان، رزقك العقل الذي حرم منه بعض الناس، رزقك نعمة الإيمان، لذلك تقول الحمد لله رب العالمين. عندما تقول الحمد لله رب العالمين يجب أن تتذوق لذة هذه الكلمة. يا رب أنت أكرمتني كثيرا، فأقل شيء، يعني الشيء الذي أستطيع أن أقوله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنا لا أشك أنك أرحم الراحمين، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين في قراءة. طيب هذا الملك وهذا المالك هو الذي سيفصل بين العباد جميعا، لن يضيع لي حق ولو بمثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والوزن يومئذ الحق. إذن أخي الحبيب، الشيء الذي يجب أن تتخيله أنك تقف بين يدي إله عادل سيأخذ حقك ويعطيك إياه ممن ظلمك.
وسينصفك تماما. فأهدأ خلاص، ما دام هناك إله وأنا واثق به وهو مالك يوم الدين. ثم أقول إياك نعبد وإياك نستعين. أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، لا أعبد فلان أو فلان، لا أعبد المال. هناك من يعبد المال اليوم، يتخذ المال شريكا مع الله والعياذ بالله، من يعبد الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب أنا ليس لي حول ولا قوة، اهدني اهدني إلى أي طريق صحيح تحبه وترضى في عملي. اهدني الصراط، الصراط يعني الطريق المستقيم. في زواجي اهدني الطريق المستقيم، في دراستي اهدني الطريق المستقيم، في حل مشاكلي اهدني الطريق المستقيم، في أسلوب تربية أولادي اهدني الطريق المستقيم. فالهداية هنا تشمل كل مناحي الدنيا والآخرة. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الطريق هؤلاء الذين أنعمت عليهم من النبيين، من الصديقين، من الشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، مثل اليهود الذين غضب الله عليهم لأنهم كفروا بالله وجحدوا بالله وقتلوا أنبياء الله. أنا لا أريد أن أكون منهم. وهؤلاء الذين ضلوا عن الطريق الصحيح، ضلوا عن عبادة الله، أنا أيضا لا أريد أن أكون مثلهم. إذن هذه الفاتحة يجب أن تتذوقها. غير معقول أن تقرأ ثم تسجد وتركع وكذا وبالأخير تقول أنا لم أشعر بحلاوة الصيام أو الصلاة أو العبادات أو الزكاة، لم أشعر، لم أستفد شيء، لم أخشع، أنا أنسى، أقف للصلاة ودماغي يفكر بالدنيا كيف. طيب أنت لا، أنت لا تعلم، لم تعلم بين يدي من تقف، ولم تخشع ولم تفكر بمعاني الكلمات. فكر يا أخي. لذلك أحبتي في الله، العمل الواحد الذي يضمن لك أن تشعر بمعنى الصلاة هو الخشوع، يكفي. لأن الخشوع يشمل كل شيء. الخشوع يجعلك تفكر بمعاني الآيات. أي آية تقرأها، عندما تقرأ مثلا أي سورة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذه الآية بحق النبي نزلت، ولكن أيضا تشمل كل مؤمن يتبع هذا النبي. النبي هو ولي لنا، هو قدوة لنا، أسوة حسنة. فأنا عندما أستمع لهذه الآية يجب أن أعتقد وأستيقن أن الله لن ينساني. ما ودعك ربك وما قلى، ما نسيك الله، الله ولم يترك الله، الله لن يتركني ولن ينساني ولن يهملني، حاشا سبحانه وتعالى. فإذا يجب أن أطبق هذه الآيات على نفسي حتى أخشع، وإلا كيف يحدث الخشوع؟ يجب أن تفهم هذه الآيات أخي الحبيب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع الكامل. وأكيد إذا طبقت الخشوع فقط، ثق تماما، ستتغير حياتك إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.